خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والذي يتعاهد المسجد كل يوم 5 مرات سوف يكون أمينا، مؤتمنا، صادقا، مخلصا، منيبا بحول الله وقوته. فصاحب الصلوات 5 المخلص الصادق لا يمكن أن يخون أمته وشعبه، ولن يخون رسالته وأمانته. صاحب الصلوات 5 لا يرتكب الفحشاء والمنكر. صاحب الصلوات 5 لا يكذب ولا يخون. صاحب الصلوات 5 لا يضيع وقته، ولا يضيع أسرته، ولا يضيع منهجه في الحياة. ولذلك يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بأول برنامجنا الصباحي يوم أن نستقبل الحياة، فيقول وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم من ذمته بشيء، فإن من طلبه من ذمته بشيء كبه على وجهه في النار. فيا أيها الأحبة، يقول عليه الصلاة والسلام، يصف لنا علاجا لجميع الذنوب والمخالفات وما أكثرها في حياتنا إلا من رحم الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نور الله صباحكم بالخير والبركة، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.